طيب عندي سؤال تاني، لو مثلا حد اتخرج من الجامعة خلاص واكتشف انه الوظيفة اللي هو دخلها اصلا هي مش مناسبة اصلا مع شهادته، حلو يعني هو اشتغل جميل بس الوظيفة مش مناسبة، عايز يعمل كارير شيفتنج يعني. اه من الاخر بالظبط كده، يعني خلاص بقى انا قفلت من المجال ده كله، عايزة اروح حاجة تانية. اول حاجة هو بينسى خالص السي في دلوقتي، بينسى خالص حاجة اسمها سي في، لان هو بيبقى زيرو خلاص اكسبيرينس، كده زيرو سي في، خلاص رجع تاني زيرو اكسبيرينس. صفر. هو عنده سكيلز، عنده كورسز خدها في حياته، بس هو بيقدم مثلا اللي هو كان افترض ان هو كان راجل ماركتير مثلا وقدم على سيلز، فما ينفعش يقول انا كنت شغال، يعني كنت شغال في الماركتنج، يعني ما لهاش فوكس عليه، فوكس عليها في السي في. غير كده كمان الكارير شيفتنج بيفرق من مجال لمجال تاني، بمعنى البيزنس سكول بشكل عام جوه اقسام تانيه، يعني الماركتنج سكول دي ممكن يبقى يندرج تحتيها الكاستمر سيرفيس والسيلز فدي كلها مدرسه واحده، فما بتفرقش، دي ما تعتبرش كارير شيفتنج قوي، يعني لانه درس ماركتنج اكيد عارف يعني ايه سيلز واكيد عارف يعني ايه كاستمر سيرفيس. كارير شيفتنج زي ابني، انا ابني دارس تجاره وعايز يبقى مصور، خلاص ده كارير شيفتنج، ده شيفتنج شيفت يعني، بس هندسه وبعدين تجاره وبعدين عايز يصور. بس حضرتك يعني الفوتوغرافي بقى قصه تانية خالص، يكون محترف جدا في القصه دي وليه بورتفوليو حلو جدا، هو ده اللي بينجحه، لا سي في بقى ولا سنين ولا اكسبيرينس ولا اي حاجه خالص، والله هو صوره كويسه ومناسبه خلاص هيكمل وهيشتغل. لا وبتبعتي البورتفوليو بتاعك ويبصوا عليه. الفكره في مجالات كتير بتعتمد بس على سابقه الاعمال. طيب حاجه تانية، لو انا لسه داخل المجال ده وما عنديش سابقه اعمال اعمل ايه؟ ما حضرتك عندك الانترنت مفتوح وجوجل ربنا يخليه لنا، يعني راجل برنس جدا حضرتك، دخلت سيرشت كده تشوف الافكار سرش عليها، اعملها انت كاريت افكار تانية وحطها في البورتفوليو بتاعك، مش لازم يكون شركه اللي تطلبها، يعني مش لازم كلاينت اللي يطلب منك الفكره، ما عادي انت كاريت افكار مع نفسك واعملها يبقى ليك بورتفوليو. بس اهم حاجه ان انت يعني تهتم جدا ان شغلك من مره لمره بيتطور. طيب انت قلت في وسط كلام